بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس بتاعنا اليوم هو عملية القسمة، عملية القسمة اللي يتلقى فيها التلاميذ صعوبة كبيرة. اليوم إن شاء الله بربي غادي نديروا العملية بطريقة سهلة جدا، فما عليك إلا أن تتابع معي إلى آخر الدرس. إذن اليوم عملية القسمة، واش غادي نشوفوا في هذا الدرس؟ أولا غادي نشوفوا القسمة على عدد مكون من رقم واحد، غادي نشوفوا أيضا القسمة على عدد مكون من رقمين، كذلك القسمة على عدد مكون من ثلاثة أرقام. نبدأ الآن بالقسمة على عدد واحد. أول حاجة نديرها نقرأ العدد 9 وندير له هذا الإشارة الفوق، علاه درتها؟ باللي هذا الدرس، هذا الرقم راني قريته، هذه غير زيادة، ماشي زيادة، وإنما راني قريت العدد 9، راني قريت العدد 9. الآن شنو ندير؟ أول حاجة نديرها إلا نشوف لي العدد هذا اللي راني درت فوقه هذا السهم أو هذا القوس، نقرأ العدد 9 ونجي على اليسار وندي عدد أكبر منه أو يساويه، أكبر منه أو يساويه أو أكبر منه. حنا ما عندناش العدد الذي يساوي 9، إذا ندي العدد 67، هكذا 67. تبع معي مليح، هذاك السهم اللي درته فوق 67، لاخذت العدد اللي غادا نواصلو الآن. إذا 67 قسمة 9 تساوي 7، تساوي 7. الآن 7 في 9 تساوي 63، 63 وين نديرها؟ تحت الأربعة والتسعة؟ أما تحت التسعة، تحت الثمانية؟ لا، أنا ديت القوس هذاك الأزرق اللي راه فوق 67، إذا 7 في 9 تساوي 63، نديرها تحت 67، هكذا بهذا الشكل. ثم ندير عملية الناقص، إذا 67 ناقص 63 تساوي 4، يعني 7 ناقص 3 تساوي 4، و 6 ناقص 6 تساوي 0. الآن لاحظوا العدد 4 دائما تصيبه أصغر من التسعة، الباقي دائما تصيبه أصغر من القاسم. الآن ما نطيقوش نقسموا 4 على 9، شنو نديرو؟ ننزل العدد 8. الآن العدد راه كبر 48، نقسمو على 9، 48 قسمة 9 تساوي 5، 5 في 9، نضرب 5 في 9، شغل نعاود نرجع مع الطريق تاعي، 5 في 9 تساوي 45، نكتب 45 تحت 48 وندير عملية الناقص أو الطرح، 48 ناقص 45 تساوي 3، لأن 5 أو 8 ناقص 5 تساوي 3، و 4 ناقص 4 تساوي 0. الآن راك تشوف العدد 3 دائما أصغر من 9 في هذه الحالة، الباقي دائما أصغر من القاسم. الآن ننزل 9 باش العدد يكبر ونطيق نقسمو على العدد 9. الآن 39، 39 قسمة 9 تساوي 4. الآن نعاود نرجع الطريقة العكسية أو الطريق العكسي، 4 في 9 تساوي 63 أو 36، 36. ندير عملية الطرح، 6 أو 9 ناقص 6 تساوي 3، وثلاثة ناقص ثلاثة تساوي 0. لاحظ جيدا الباقي دائما أصغر من القاسم. الآن ننزل الأربعة، بعد ما ننزل الأربعة تولي لي 34، 34 قسمة 9 تساوي 3. الآن نرجع 3 في 9 تساوي 27. الآن ندير عملية الطرح أيضا، أو 4 ناقص 7 لا أستطيع، أستلف الواحد وأرده، إذن 14 ناقص 7 تساوي 7، وثلاثة ناقص 3 تساوي 0، إذن الباقي 7، والباقي كما قلت لك عزيزي التلميذ دائما يكون أصغر من 9، أصغر من القاسم، الباقي أصغر من القاسم. إذا صرت الباقي أكبر من القاسم فهذا يعني أنك مخطئ، تعاود العملية من جديد وتحوس على الخطأ تاعك. الآن ننتقل إلى عملية القسمة على عدد مكون من رقمين. عندنا 65709 قسمة 73،
إذن أول حاجة نديرها نقرأ العدد 73، العين تاعي إلك تروح للعدد 73 وندير فوقه هذه القوس باللي بحال قريته وشفته. الآن شان نديرو؟ ندي عدد يساوي 73، وإلا ما صدتش العدد يساوي 73 ندي عدد أكبر منه، ما تديش عدد أقل من 73، يساويه أو أكبر منه، ما كانش يساويه إذا ندو أكبر منه. هكذا 657 أكبر من 73. الآن غادي نخدم غير 657، الصفر والتسعة ما ندروش بهم الآن تال من بعد. إذن علاش لونت أنا العدد سبعة بالأحمر؟ من نبغي نقسم ما نقسمش على 73 كاع في رحبة، نقسم على العدد سبعة فقط، نقسم على العدد سبعة فقط. الآن ستة، ستة ما تقولش نقسموها على سبعة، إذا نقول 65، ما تقولش سبعة 657 قسمة سبعة، لا، 65 قسمة سبعة. هنا التلميذ تكون حافظ جدول الضرب، 65 قسمة سبعة وتساوي تسعة. تساوي تسعة. الآن هذيك التسعة ما نضربهاش في سبعة، نضربها في العدد كامل. تسعة في ثلاثة ومن بعد تسعة في سبعة. نبدأ تسعة في ثلاثة تساوي 27. هذيك السبعة وين نديرها؟ تحت التسعة؟ لا. تحت الصفر؟ لا. أنا ديت 657 نديرها تحت السبعة. إذن سبعة أو تسعة في ثلاثة، تسعة في ثلاثة تساوي 27. نكتبوا السبعة. والإثنان وين نديرها؟ نحتفظ بها على جهة، ما نكتبوهاش، احتفظ بها في راسك ولا اكتبها على الجانب تاعك في الورقة باللي راني محتفظين باثنان. الآن نضرب العدد 9 في 7، 9 في 7 تساوي 63، 63. وهذيك الاثنان اللي احتفظت بها تولي 65، إذا نكتب العدد 65 وندير عملية الطرح. 7 ناقص 7 0، 5 ناقص 5 0، 6 ناقص 6 0. الآن عندي أصفار، هذا الأصفار صغار على 73، إذن العملية راهي صحيحة. الآن شان ندير؟ ننزل للصفر. هذه اللي راهم يغلطوا فيها التلاميذ بزاف، من ينزل للصفر يقول لك لا أستطيع ويزيد ينزل التسعة. لا، ننزلوا كل مرة ننزلوا عدد، ما تنزل زوج في رحبة، زوج مع بعض لا، ممنوع في عملية القسمة، ننزلوا عدد واحد. الآن نزلنا صفر، صفر قسمة سبعة ولا قسمة 73. في هذه الحالة تفكر مليح عزيزي التلميذ، صفر قسمة 73 تساوي صفر. ما تقولش لا أستطيع وتنزل التسعة، لا، صفر قسمة 73 تساوي صفر. هذا قانون متفق عليه، صفر قسمة سبعة تساوي كي تنزل، لا تتنزل، إذا ما نزلتش ما تقسمش. نزلنا والعدد راه صغير، نزلنا العدد صفر والعدد راه صغير على 73، أقسم ودير عدد صفر. الآن صفر في ثلاثة، نعود نرجع، صفر في ثلاثة يساوي صفر، وصفر في سبعة يساوي صفر. كي نديرو عملية الطرح دائما يبقى لي العدد صفر. الآن في هذه الحالة شنديرو؟ ننزلو العدد تسعة، ننزل كل خطرة مرة واحدة، ما ننزلش مرتين. إذن ننزل العدد تسعة. شوف عزيز التلميذ، رغم أننا نزلنا العدد تسعة والعدد مازال راه صغير على 73، بصح أنت تقسم. كي يسموك كي تنزل إذا تقسم، كي تنزل إذا تقسم، وإذا كان العدد صغير يساوي صفر. إذا كيما عندنا تسعة راه صغير على 73 ونزلناه غير دروك، إذا تسعة قسمة 73 تساوي صفر. هكذا صفر في ثلاثة صفر، وصفر في سبعة يساوي صفر. ندير عملية الطرح تاعي ويبقى لي دائما، إذا تسعة ناقص صفر يساوي تسعة، صفر ناقص صفر يساوي صفر. إذا هنايا كملنا كل العملية وبقات لي تسعة. إذا هنايا الباقي تسعة، ما زدتش نقسم. وين تنزيد نقسم؟ إلى باقي لي أعداد نزيد ننزلهم ثم نزيد نقسم. دروك الآن ما عندي ما ننزل في هذه الحالة، كملت العملية. إذا العدد 65709 قسمة 73 يساوي 900 والباقي 9. عزيزي التلميذ إذا بغيت تزيد تتأكد من العمل تاعك إلا هو صحيح ولا خطأ، اضرب 900 كاملة في 73، 900 في 73، النتيجة اللي تصيبها زيد لها العدد 9 هذاك اللي راه باقي. كي تزيد لها 9 تصيب العدد أو المقسوم 65709. الآن ننتقل إلى العملية الثالثة وهي عملية القسمة على عدد مكون من ثلاثة
أرقام. هاو العدد 346,728 قسمة 354. أول حاجة نديرها هي قراءة العدد 354، نقراه ونبين باللي قريته بهذه الإشارة. كي نديرو هكا هذه الإشارة هذه اللي راهي الفوق، يعني باللي التلميذ راه قرأ العدد وشافو وقرأ القيمة تاعو راه 354. إذا التلميذ هنا يفكر ويقول إذا قندي عدد كيما هو يساويه على الجهة اليسرى، إلا ما صدت عدد 354 ندي 354، وإلا ما صدت العدد يساويه ندي أكبر منه. إذا شنو غادي ندي؟ ندي 467، و 28 هذيك راهي على جهة ما ندورش بها الآن، 467. الآن راني لونت لك العدد 3 بالأحمر، علاش؟ لأن عملية القسمة نقسم غير للعدد 3 فقط، ما تقسمش على الخمسة والربعة ولا تقسم على العدد كامل، لا، أقسم على العدد 3 فقط. إذا تبع معي على اليسار عندي 467، ما تقولش 467 قسمة 3، لا، 4 قسمة 3، بس سهل على روحك الأمر، 4 قسمة 3 تساوي 1. الآن نديرو عملية الضرب. وكي تبغي تضرب عزيزي التلميذ ما تضربش في 3، لا، تضرب في 4 هي الأولى، وتزيد في 5 هي الزوجة، وتزيد في 3 هي الثالثة. إذا 1 في 4، 1 في 4 النتيجة اللي نسيبها وين نديرها؟ تحت 8؟ لا خطأ، تحت الاثنان خطأ، نديرها تحت 7، علاش؟ لأنني ديت 467. إذا 1 في 4 يساوي 4، ونديروها تحت 7 هكذا، حذاري ديرها تحت 8 ولا تحت الاثنان. الآن نضرب العدد 1 في 5، 1 في 5 يساوي 5، كذلك 1 في 3 يساوي 3. الآن شندير عملية الطرح هكذا. إذا 7 ناقص 4 تساوي 3، 6 ناقص 5 يساوي 1، 3 أو 4 ناقص 3 تساوي 1. لاحظ عزيزي التلميذ هذا الباقي تسيبه دائما أصغر من 354 دائما. الآن في هذه الحالة ما نقسمش، سيكمل العملية. شندير ننزل العدد 2، ننزل العدد 2 هكذا. كي ننزل العدد 2 شنو ندير؟ نقسم دائما على 3، ماشي ندي العدد كامل 1132 نقسم 3، لا، ندي العدد اللي كبير على 3. عندي 11 قسمة 3 تساوي 3. الآن 3 في 4، 3 في 4 تساوي 12. ها ما نكتبوش 12 كاملة، لا خطأ، نكتبو رقم 1، 3 في 4 تساوي 12. إذا نكتبو الاثنان ونحتفظو بالواحد في ورقة خارجية ونعقل عليه باللي راني محتفظ بالواحد، 3 في 4 12، أكتب الاثنان واحتفظ بالواحد. الآن نروح 3 في 5، 3 في 5 تساوي 15، والواحد اللي احتفظت به 16، أكتب 6 وأحتفظ بالواحد أيضا، وأحتفظ بالواحد. الآن 3 في 3 تساوي 9، والواحد اللي احتفظت به تساوي 10 هكذا. الآن ندير عملية الطرح. 2 ناقص 2 تساوي 0 عفوا 3 ناقص 6 لا أستطيع، أستلف الواحد وأرده هكذا. إذن 13 ناقص 6 تساوي 7. الآن عندي 1 ناقص 1 يساوي 0، 1 ناقص 1 أيضا يساوي 0. الآن العدد راه 70، راه أصغر من 354. الآن نقسم؟ لا ما نقسمش، علاش؟ يلقى ننزل العدد 8. الآن جاء الدور تاع 8، نزل العدد 8 تولي عندي 708. نقسم 708 على 354؟ لا، نقسم غير العدد 7 اللي راني نشوف فيه. 7 قسمة 3 تساوي 2، 2 في 4، 2 في 4 تساوي 8، 2 في 5 تساوي 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد على اليسار ولا على اليمين ولا في راسك ولا، المهم رانا محتفظين بالواحد. الآن 2 في 3 6، والواحد اللي احتفظنا به يساوي 7. الآن ندير عملية الطرح. إذا نقول 8 ناقص 8 تساوي 0، 0 ناقص 0 يساوي 0،
7 ناقص 7 يساوي 0. الآن نقسم هذا الأصفار على 354؟ لا. علاش ما نقسمش؟ لخاطرش ما بقاوليش الأعداد اللي نزلهم. كون بقى لي عدد ونزلته نتق نقسم. الآن هذا بقى لي وما نزلتش، إذن العملية هنايا كملت. 46728 قسمة 354 تساوي 132 والباقي صفر. عزيزي التلميذ، إذا بغيت تتأكد من العملية تاعك إن كانت صحيحة أو خاطئة، اضرب 132 في 354 زائد الباقي، الباقي ما عندناش صفر. إذا كي تضرب راك غادي تصيب 46728. إلى هنا عزيزي التلميذ نكون قد أنهينا هذا الدرس. نتمنى إن شاء الله بربي تكون فهمته جيدا، وعاود الفيديو مرات ومرات ومرات حتى تتمكن من السيطرة على هذه العملية وتولي تديرها بكل سهولة وأريحية. وإلا ما فهمتش كاش حاجة ولا لقيت صعوبة ولا، عاود اتصل بي عن طريق اليوتيوب إن شاء الله بربي، وأنا نعطيك الجواب الشافي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.